ملف كرة القدم في العراق يحمل بين طياته هموم وشجون طويلة ومحزنة. معقولة بلد مثل العراق متخم بالنجوم والأسماء الكروية اللامعة وينتظر منذ مونديال مكسيكو عام 1986 عودة منتخبنا الوطني لإدخال الفرحة إلى قلوب جماهيرنا والوصول إلى نهائيات كأس العالم مرة أخرى وتسجيل إنجازات كروية دولية جديدة بدلا من القنوع بالهدف اليتيم للنجم الراحل المرحوم أحمد راضي. تدرون يا ناس يا عالم أن كرة القدم الحديثة وفق مفهومها وقوانينها وفرقها وتجهيزاتها عرفها العراق منذ أكثر من 100 سنة. وتدرون أيضا أن بغداد شهدت عام 1921 إقامة دوري لكرة القدم، ما يعني أن المدن العراقية عرفت الكرة كلعبة رياضية مسلية وشائعة قبل هذا التاريخ بسنوات عديدة. وذكر العارفون أن البصرة والموصل منذ أواخر أيام العثمانيين وصلتهم اللعبة قبل غيرهم. وتأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم عام 1948 وأصبح عضوا في الاتحاد الدولي الفيفا عام 1950 في وقت أكو دول وأنظمة سياسية كانت أصلا بعدها ما متأسسة جت بعدنا وسبقتنا بالمنجزات الرياضية. وشارك العراق 5 مرات في مسابقة كأس العرب للأعوام 64 و66 و85 و88 و2012، فاز بكلها وأخفق عام 2012 فقط. صحيح العراق مر بظروف غير طبيعية لعشرات السنين تخللتها حروب طاحنة وتداعيات سياسية وحصارات وحرمان وإرهاب، لكن بقت كرة القدم العراقية برغم ظروفها القاسية هي ولادة وقدمت لنا أسماء كبيرة ومنتخبات حققت منجزات طيبة على المستوى الآسيوي. فسبق أن أحرزنا كأس آسيا مرة واحدة عام 2007 وحصلنا على الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية عام 1982، وفاز العراق 4 مرات ببطولة كأس الخليج عام 1979 و84 و88 و2023، إضافة إلى بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عام 2002. وكان ممكن تتحقق أحلام أكثر من هذه بكثير لولا أخفاقات الإدارة والصراعات الفنية التي انعكست على واقع الكرة. رسالة إلى القائمين على كرة القدم العراقية: أخوان، ترى الجمهور العراقي يستاهل أكثر من هذا بكثير. صفوا النية واشتغلوا على حب الله.